طيب تعالى النهارده نتكلم عن منتخبنا الوطني. النهارده كان المؤتمر الصحفي لتقديم كابتن حسام وكابتن ابراهيم، مدير فني لمنتخبنا الوطني ومدير لمنتخبنا الوطني، ومعاهم بقيه الجهاز، كابتن طارق سليمان، كابتن محمد عبد الواحد، كابتن سعفان الصغير، واتكلموا عن اهميه ايضا وجود محمد صلاح في المنتخب، وده مؤشر كده لتحسن العلاقات. ولكن هبدا مع حضرتك من الاول، انا مش فاهم من الاساس ايه سبب المشكله اللي مش موجودة على أرض الواقع، اللي زي ما بيقولوا كده مشكلة من الخيال، جت واتحطت من قبل حتى المؤتمر. اللي هي بتاعت محمد صلاح. شوف يا مينا، الفترة بتاعت بطولة الأمم الأفريقية حصل فيها الإصابة بتاعت محمد صلاح. ناس كتير جدا 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 شككت في هذه الإصابة. خلاص؟ يعني شككت إنه يعني ما اتصابش، مش إن مصاب. الإصابة مش بيهزر يعني. حجمها مش زي ده. يعني مش زي اللي حاصل دلوقتي، انه بقاله الراجل شهر بيتعالج يعني. يعني هي فعلا كانت اصابه حقيقيه. كان ليفربول لعبه يعني. يعني ما انا بقول لك اصابه حقيقيه، يعني ما فيهاش كلام، ولن يغامر بيه ليفربول وهم في اشد الحاجه ليه. طبعا. ف برضه حته ان ناس كتير اتكلمت في الموضوع ده، ومنهم لعيبه قدام. يعني في ناس لعيبة لهم كل التقدير والاحترام برضو اتكلموا في الموضوع ده، وانت عارف طبعا ان اللعيب لما بيتكلم برضو في ناس كتير بتسمع له، فابتدى الشك يكتر، ابتدى الشك يكتر. من ضمن الناس اللي اتكلمت في الموضوع ده كان حسام ابراهيم، بس اتكلموا بايه؟ يعني هم عندهم دايما، ودي مرة يمكن زعلت حسام مني لما كان ماسك منتخب الاردن وطلعت انا في الفضائية المصرية، اتكلمت على التجربة بتاعت حسام حسن في الأردن. فقلت طبعا تجربة مهمة جدا جدا، الراجل لعب ماتش مع أوروجواي على الصعود لكأس العالم. يعني ده برضو كان الأردن على فكرة لعبت ماتش، كانت بتلعب مباراة فاصلة في اللي يصعد لكأس العالم بينها وبين الأوروجواي. فده كان نجاح غير طبيعي لمدرب برضو حسام ما كانش بقاله كتير بيدرب. فأنا قلت إيه؟ أنا قلت حسام حسن عنده سمات شخصية قوية جدا 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 بتخليه يشتغل بشكل إيجابي في الملعب. وعلى فكرة عشان كلام الناس تفهمه، مش شرط تكون مدرب صاحب فكر عالي قوي، لأن ده طبعا يعني أنا بعتبره عوامل إيه مكملة للمدرب أو للمدير الفني. تكون مثلا تكتيكيا مش عارف عامل ازاي بتاع، في حاجه مهمه جدا ممكن الحاجات دي كلها تبقى متواجده في بني ادم او في مدرب، خلاص، بس ما عندوش السمات الشخصيه اللي تنزل اللعيب الملعب عايز يلعب بطاقه اكبر من طاقته. على فكره في مدربين كتير جدا بيبقوا في حاجات كتير مش موجودين فيها، لكن اللي هو ايه الحماس اللي بيخلي اللعيب ينزل بيه، دي موجوده بشكل قوي جدا 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 في حسام حسن وهو بيلعب كانت موجوده فيه، بدليل انه لعب لغايه لما بقى عنده تقريبا 40 سنه، ده مش سنه صغير، ولعب في اكبر الانديه، عمل انجازات مع الاهلي وعمل انجازات مع الزمالك وعمل انجازات مع منتخب مصر، خلته هو لو بنتكلم على لعيب مصري اسطوري داخل مصر يبقى حسام حسن. خلاص، السمات الشخصيه دي بتساعده جدا جدا. وعلى فكره انا كنت مدرب مثلا، ما اشتغلت كتير مدرب، بس ما عنديش السمات الشخصيه بتاعت حسام حسن اللي تنزل اللعيب يلعب اكتر من، لان حسام حسن وهو لعيب كان دائما بيلعب اكتر من طاقته. يعني كنت كان بيدوس على نفسه، بقول لك بيلعب اكتر من طاقته. يعني انت لما فعلا انا دايما بمثلها بكده، لما لعيب بيلعب اكتر من طاقته، يعني انت مثلا لو انت طاقتك 70% وانا طاقتي 90% هبقى افضل منك. دائما حسام عنده الطاقه الاعلى، فالطاقه الاعلى دي بيوصلها للعيب. فهو حتى لما قابلني قال لي يا كابتن يعني انا فني، قلت له بالعكس الحاجات دي كلها كويسه فيك، بس اللي اكتر ودي ناس كتير جدا بتنشدها الحماس اللي انت بتديه للعيبه. فطبعا وجوده مع على راس الجهاز الفني لمنتخب مصر، انا متاكد ان شاء الله انه هيبث هذه الروح في اللعيبه، لان انت برضو انت قلت حتى اللعيبه المحترفين اللي موجودين كلهم لعيبه دلوقتي ايه على مستوى عالي، ناقصهم ايه عشان ينزلوا في الملعب؟ التكتيك طبعا اللعيبه دي بتفهم
عشان توصل لحاله حاله تكتيكيه جيده. طبعا ناقصهم الحماس اللي ينزلوا يلعبوا بيه والروح اللي بيلعبوا بيها هتعليهم جدا جدا جدا. احنا شفنا منتخب الاردن بيلعب نهائي بطوله اسيا. تتفرج على الشكل اللي بيلعب بيه منتخب الاردن هتحس ان فريق معد اعداد نفسي غير طبيعي عشان يكمل هذه البطوله. وبيعافر بموت نفسه هو ده يعني، واخد بالك؟ فحسام ان شاء الله هيبقى اضافه قويه جدا جدا هو طبعا وجهازه. وبرده في حاجه مهمه قوي في حسام وحاجه ممكن تنجحه بشكل غير عادي، انه مصمم دائما بيشتغل في اي مكان بجهازه. كابتن طارق، كابتن طبعا ابراهيم حسن وكابتن طارق سليمان وكابتن محمد عبد الواحد وكابتن زعفران تقريبا 90% من اللي كانوا بيشتغلوا، حتى وليد بدر الاداري لا حتى كمان الكوتش او مدرب الاحمال يعني كله جاب يعني لا جاب مدرب الاحمال اللي كان معاه في منتخب الاردن البرازيلي تقريبا يعني. بص في المنتخبات، في المنتخبات حتى لو جبت مدرب اجنبي يعني المدرب الاجنبي يجي معاه الاستاف بتاعه بتروح حاطط له انت اي حد مصري معاه. صح صح يعني انا بتكلم هو اتعامل معاه واتدرب معاه اشتغل معاه قبل كده يعني حسام بالاسم. من ضمن الحاجات الشخصيه الجيده جدا فيه انه بيصمم على الجهاز بتاعه وده مهم قوي. محدش معلش محدش يقول له خد فلان، محدش يقول له خد فلان، ودي حاجه موجوده جواه يعني. حتى اللي بيتفاوض معاه عارف ان حسام هيقول له انا عايز فلان وفلان وفلان، ولو عايزني نفذ الكلام اللي انا بقوله. شيء جيد جدا. المعطيات الاولانيه كويسه، وانا سمعت ان هم صلاح اتكلموا على صلاح بشكل ايجابي لانه لازم يتكلموا عن صلاح بشكل ايجابي.